ترانا في الثواني الأخيرة يا بشوك. قصيدة في الديرة في صبحة. يعني هو ممكن ما يتعلق فيك أنت بالذات. وش فيك أنت زعلان؟ أخاف برنامج الأجاويد ما يكون بهذه السنة. ليه؟ لأن جدي وجدتي يتابعون هذا البرنامج. لا ما عليك، عطني الريموت أوريك بس. مع الله في قيام الليل وصوما كلنا نطيقه على بيت الشعر والقمر وشب الحطب ودلال وبراد الخدير احمر وله فالحبك عشيقه مع بيت الشعر والقمر وشب الأجاويد في رمضان إن شاء الله قصص مختلفة وحلقات أيضا غاية في الروعة. أما عن